عندهم صعبة في غيابات في. طيب أنا عايز أسألك سؤال، هو كل الظروف دي ومش شايف إن حد فيكم مثلا قال إن الأهلي من غير إدارته الفنية يعني موسيماني مش موجود؟ لا 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 لا، في إدارة فنية لسامي قمصان بشكل كويس، كل الاحترام لكابتن سامي، وسامي على فكرة أنا رأيي فيه إن هو مدرب كبير طبعا وعندي ثقة فيه كبيرة وإن شاء الله ربنا يوفقه في اللي جاي. صح. بس صح. سامي قمصان تاني أو تالت مرة بيخوض مباراة هي الزمالك برضو في وضع صعب، مش بخبرات المدير الفني، المدير الفني رحل قبل المباراة بأيام. دي ما تفرقش حاجة؟ بس يا كابتن سامي بقاله 4 سنين مع الفرقة. فحتى لو الراجل مش موجود سامي لا عنده خبرات، عارف اللعيبة، حافظها، تمرينهم هو اللي بيمرنهم في أوقات كتير. فلا أنا في غير لما تجيب حد من بره يعني هو ينقذ ما يمكن إنقاذه. فسامي لا سامي على درايه كبيره جدا. دلوقتي يا كابتن هشام حاجتين عكس بعض، انقاذ ما يمكن انقاذه ولا ما فيش فرق بين موسيماني وسامي؟ لا يعني اللي هو سهل هو في المطبخ. مش هتجيب حد لسه يعني. انت بالنسبه لك سامي موجود موسيماني موجود واحد كابتن خالد؟ اتفق مع كابتن هشام يعني اصل الموضوع مش ما فيهوش حزبه بيرما يعني. هو زي ما انا بقول لك ليه بقول لك الاهلي اقرب سنه. انت احنا عمالين نتكلم على التشكيل او لو اتكلمنا على التشكيل هنلاقيه مثلا ايه والله يلعب سردباك رامي ربيعه ولا ايمن اشرف ولا ياسر ابراهيم ولا بدر بنون. طب يلعب باك رايت محمد هاني ولا كريم فؤاد. طب علي معلول ولا محمود وحيد ولا ممكن نبيل كوكا. طب في نص الملعب اليو ديانج ولا عمرو يعني حمدي فتحي ولا عمرو السليه ولا احمد نبيل كوكا. طب قدام عندك عبد القادر، طب ولا قفشه ولا طاهر محمد طاهر ولا حسين الشحات ولا بيرسي تاو ولا محمد الشريف ولا حسام حسن. يعني انت بتتكلم في فرايتس. لما تيجي تقول بقى باك رايت للزمالك مفيش. طب هنعمل ايه يا جماعه؟ طب نلعب بناشئ اسمه محمد طارق ولا نلعب بناشئ اسمه سيد نيمار؟ طب نجيب واحد امام عاشور في النص. طب في النص ما عندناش، فين الديفندرات؟ مفيش. طارق حامد مش موجود والزمالك بقاله سنه ونص ما جابش لعيبه جديده. طب سيف الجزيري مش موجود. طب يوسف اسامه نبيه هو الاحتياطي بتاع عمر السعيد. طب سيف فاروق جعفر يلعب يبتدي؟ لا ما ينفعش، لازم يقعد احتياطي. طب زيزو ما ينفعش نلعبه في مكانه هنفقده. طب اشرف حصل له حاجه؟ مين الـ القماشه فيها مشكله؟ القماشه اسلام جابر بيلعب.